والشاي لا هي يتم فحصه هذا الأسبوع مع مختبر أجنبي معروف دوليا ولهي نتأكد وراجين إن شاء الله عنه لما يعود سليم إن شاء الله بهدلين يعود فيه مواد سامة ذاك معناها عن هالموريتاني لهي يواجهوا فترة صعيبة من قلة الشاي في البلد من لهي أكيد عنا لهي نصادر اللي كامل يحرك من الشاي اللي فيه مواد سامة ولهي يعاد النظر في تصدير الشاي للبلد حتى نتأكد بأنه هذا اللي يخش البلد كامل من الشاي لا يعود شاي سليم ما هو لا يعود فيه